ده بيت في مرسى مطروح اتهد على دماغ صحابه، اتهد واصحابه موجودين فيه، ودي صور كتير هتتلعب قدام حضراتكم بتقول ده منظر، منظر لبيت. تخيل ده بيت موجود في مكان من الاماكن بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. نلعب يا جماعه الصور لو سمحتم بالمنظر ده، هو ده. وبعد كده هتظهر بعد شويه الست اللي عماله تبكي، اهي الست اللي بتعيط، ولما هدوا عليها بيتها، لما هدوا عليها بيتها، البيت اللي بيقويها وبيقوي ولادها وبيقويها هي وكل قرايبها، هدوه على دماغتهم بهذا الشكل. طب هو ده التطوير وهي دي التنمية؟ دائما نقول ما عندناش مشكلة مع التطوير ولا التنمية، لكن عندنا مشكلة ان ست زي دي وجوزها يترموا في الشارع. كان فيديو كنت عرضه لكم الاسبوع اللي فات، لكن مهم نعرضه تاني لنفس الست وهي بتصرخ وبتنتحب وبتبكي وبتعيط وبتحط التراب على دماغها، لان للأسف الشديد هدوا بيتها بالشكل اللي احنا شفناه. ادي مشهد للهدم، سياسة الهدم اللي دايما بنتكلم عنها، سياسة الهدم اللي بتهدم كل حاجة في مصر، بتهدم بيوت الناس الغلابة، وبتهدم كمان قوت الناس بهدم مصانعهم وشركاتهم اللي عاشوا فيها هم وأبائهم وأجدادهم، وكانوا موجودين وبيشتغلوا وبيتعبوا وبيعرقوا وبيشقوا عشان يجيبوا اللقمة آخر اليوم.